إنجازاتي بسيطة، تدري بين إنجازاتي 800 جول من تشينزي أطوط لهالسي، 5 كرات ذهبية، على 5 دوري أبطال، على 34 دوري، على 26 كاس منوع، يعني هدك منك أفضل لاعب أوروبا 17 مرة، هداف المنتخبات، هداف أوروبا، هداف الكرة الأرضية، وين منتخبي لقبين، صانع درزين، دوري الأبطال باسمي، مهدف جميع الوضعيات حتى براسي. يعني مو ذيك الانجازات القويه. عم روح اشوف ميسي من قد ما عنده اهداف قام يوزع بيبس على الحراس المهدف عليهم. مو هسه يجينا امبابي راسه تقول بلك ما ستوته يقارنونه بيه. شلون لا 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 ها شكو عشان لا عشان لا عشان لا عشان